أوراق الأجنبية المدرب باتريك ليليك في هذه المباراة في المقابل المنزل. مجدي المسراتي مر مجدي المسراتي أولى وثانية ويوصل العملية للي صار في اتجاه مروان تاج عطاير يسدد. هاي عاد العملية مجدي المسراتي ثم مروان تاج كما جاء مسري حتى الآن ضربة جزاء أنا لا أقول مهدورة وما نقول ضيعها لعب الملعب الكوشي المسدد ايش خارج المرمى والتسلل نسيب في تنفيذ مجدي المسراتي التمهيد بالراس من مروان تاج وكوكي وبناء على الطاير يغالط الحارس عبد الرحمن بابورة يؤكد مرة أخرى خطورته في عكس الهجومات على غرار هذه العملية في دقيقة 78 والفضل خلال الحكم مكرم الهكام هدف كوسي والمباراة بناء على التأخير على كل ما فاتتكمش حاجة كبيرة في هذه المباراة بين ملعب تونسي وجريد كروز المستقبل إدارها الدور 16 لكأس تونس في كرة القدم النتيجة متعادلة 0-5 هذه ربما فرصة أولى لفائدة الملعب التونسي المسراتي يسقط ضربة جزاء ضربة جزاء لفائدة الملعب التونسي وربما أول فرصة في المباراة أول فرصة تستحق الذكر تأتي بضربة جزاء ومجدي المسراتي أمامكم الإعادة ممتازة التمريرة كانت من ياو بواسي والالتحام بين مجدي المسراتي ومدافع الجريدة أمير بن عبد الله والحكم أمير بن حمد من بالكرة أو مجدي المسراتي بالكرة دور مليح في وسط ديال الملعب التونسي كرة عند مجدي المسراتي باش يصوب مجدي المسراتي وعادة ممتازة من مجدي المسراتي الملعب التونسي بثلاث أهداف 5-0 هذه إعادة آخر فرصة في الثواني الأخيرة ممتازة تصويبة من مجدي المسراتي على عارضة مرمى الحارس محمد قرقيت وهذه إعادة من زاوية أخرى كنا شوط أول انطلق بنوع من الفتور ما شاهدنا أول فرصة إلا في الدقيقة 17 كانت ربما انطلاقة المباراة في الدقيقة 18 26 نقطة ولا يحرك ساكن اللاعبين حتى على أرضية الميدان ما فماش الرجة تأتي الرجة من مجدي المسراتي وكأن النقد يأتي بالجديد وبالفعل يأتي بالجديد هدف رائع من مجدي المسراتي أمير العكروتي هو مجد المسراتي دون تعقيد يضع الكرة في شباك وهدف التعادل شوط أول ينتهي عند عدد الهدف مقابل هدف ¡Gracias!
العادة أكيد مش كده تحسن وليه لقى ليش واضحة برشا لكن مساعد الأول يتسبق كده وحفظ الزكاة كده من جديد من ملعب التونس مجد المصراتي مجد الله مصراتي هذا محمد العمار ولا من أسبق ملعب التونس ينتصر في ربنا بوجهه كده هاي شوف اللي عادة هاي اللي عادة لمحمد بن عمار لكن خبرة السنوات العديدة العادية في النادي الأفريقي أكيد تبع هذا الهجوم هذا هجوم انطلاقة رائعة من مروان نتيجة من الفتح الغربي مروان نتيجة من سمير الحداد يخص الفتح الغربي من جديد العرقلة احتكاك بين مجد المصري على الجهة اليسرى وين موجود أحمد الصحراوي يرفع الكورة محمد العمار بلمسة فنية لمسة فنية وهدف الهدف الأول ملعب التونسي تبعه اللي عاد يعني عمل ممتاز على الجهة اليسرى من أحمد الصحراوي يلعب الكورة مع محمد العمار اللي لمسة فنية مجد المصري بينه وبين الفتح الغربي رقم 15 محمد المبروك بالسيق أحمد الصحراوي أحمد الصحراوي يلعب الكرة مجد المصراتي مجد المصراتي دخل داخل دقة 18 مجد المصراتي العرضية وتقول الفرص مع مسعيد عادة توغل يعني من مجد المصراتي مهارات فنية كبيرة يتوغل يوزع العرضية الكرة تلبي والخاص ضربة جزاء للملعب التونسي 44 دقيقة لعب دقيقة قبل نهاية الشوط الأول وضربة جزاء لفريق الملعب التونسي مجدي المصراتي في التسجيل امامه الحارس عبد الرحمن بعبورة مجدي المصراتي يتقدم رويدا رويدا ويضرب الكرة في شباك الحارس رامي جريتش او عبد الرحمن بعبورة هذيك عليه تبطل كبير ربما يفرض عليك على عملية ضربة جزاء معاه ربما يخرج الكرة الحكم الياس السويدان يعلن ويشير للمصراتي بإعادة دخول اللاعب مجد المصراتي بجديد يصوبوا الهدف الاول الهدف الاول لفائدة الملعب التونسي في لحظات الاخيرة وهذه الاعادة لضرب الجزاء الاخفاء للاعب مجدي المصراتي هدف 1-0 هدف يجي مع اللحظات الاخيرة ومع ثلاثة دقائق في الوقت البديل شارك الحكم الرابع في الوقت البديل اسيامو اسيامو ترجع من ابراهيم ابا ورقية من المصراتي المصراتي لابراهيم ابا الهدف الاول لصالح الملعب التونسي في توقيت 35 دقيقه لعب افتتاح النتيجه ضد اللاعب معروف بتسديداته القويه ولكنه غلط الحارس مجد بن علي مجدي المصراتي يفتتح النتيجه في الدقيقه 35 هدف مقابل صفر الملعب التونسي يتقدم من كره ثابته غلط بها مجدي المصراتي الحارس مجد بن علي كره تصطدم يعني فرض على النتيجه نتاعه نبيل الكوكي ومن حق اي مدرب بصراحه يعني بالنسبه لي غير متوقعه في الانتصار على تونسي لحد الان دانييلو بيترولي يوزع كره اولى تقطع من الدفاع من مروان تاج ممتاز بالتغطيه في المحور وهاب المساكني مروان تاج في الكره بالاتجاه للشودي مروان تاج في التغطيه يرجع كره لوسط الميدان ثم يهاب المساكني مجد المصراتي كمل عمليه توصل بهذه بالضيف الله مجد المصراتي تبادل الكره في منطقه ضيقه الملعب التونسي بالحكم محمد بن حسان اي ملعب التونسي والنجم الساحلي مروان تاج مجد المصراتي تحضير ممتاز مروان تاج يحاول يمر الدفاع يغطي ثم ترجع كره مجد المصراتي يهاب المساكني اللاعب الوحيد قاعد يصعد من الزي الله يشرب هو تاج لدينا معناها أيمن العياري مجد المصراتي ضغط بالدفاع النجم مجد المصراتي كانت العملية في المرر والتصوير عكرم معتوق الكرة معاكسة تعود للنجم وائل بن الأكحل يوقف باليمين وائل بن الأكحل كان عنده كرة يتجاوز ويرمى الشوط الاول
كل مجهوداتها باش يلعب الملعب التونسي والهجوم الملعب التونسي للوراء مجد المسراتي والتسديد والهدف الهدف الاول للملعب التونسي في 4 دقائق الملعب التونسي يتقدم على درجه جديد 1-0 بامضاء مجد المسراتي دوشات الاعاده هاي الاعاده مجد المسراتي الترويج ثم التسديد على يسار ثواني لكن اليوم يحرس شباك ترشي جرجس هاي الإعادة مرة تاسع التسديدة الأخيرة من دفاع ترشي جرجس تقطع مرة أخرى وسميدان توصل مجلس توصل مصراتي برغة أولى التحضير والتسديد الأخرى لهذه المباراة هاي الإعادة تاسع المراوغة من مجلس مصراتي ثم التحضير محمد بن عمار يربح ركنية والكرة بعيدة ومحمد سليتي طويلة الكرة محمد سليتي مجد المسراتي مجد المسراتي مجد المسراتي مجد المسراتي يتقدم مجد المسراتي والحكم يقول ضربة جزاء ضرب مجد المسراتي سجل شوف بين أربعة ملاعبية مجد المسراتي يتلف يتوقف ملعب توصي مجد المسراتي دافع والحارس صبر برجة ممتازة بدل اختار على الدفاع الشبيبة والركنية السفلى المرمى أنه في الإعادة حليها الإعادة اللي هي زاوية مجد المسراتي يرد الدفاع يوجي يدل الفارق بهدف من أجمل من نجم نشوف مروان تاج رغلان بن ونس التمهيد المسراتي التسديد والبقية الكرة في شباك انسيزيتو ثم وسط الميدان مجد المسراتي مجد المسراتي مع لياندرو ثم المسراتي بتاتي بالهدف هذه العمليه لان نموذجيري حتى يفرح ثم ضربه جزاء رامي جديد يحط كره في التماس شاهدوا معي جيدا شاهدوا اليد اليسرى للمدافع زيدوا شاهدوها مره اخرى يعني نعرف زميل المخرج سامي الشلغ اللاعب بتاع كره سابقا في نجم الرياضي الساحلي ويعرف الكره جيدا وشاف الكره في المشي اكثر المراكز معناتها اللي قلق شويه حتى تقلب انسجام كبير دائما العياري تركيز على الجهه اليسرى لهجمات الملعب الزمن بلال يكن مع عكس الهجوم للملعب التونسي ممتاز المحاوله من مجد المسراتي والمجهود الفردي البحث عن النسق في تسلسل الكره لاحظوا اللي تم مده كبير من الانتقال من منطقة إلى منطقة خاصة من الناحية الهجومية كيف الترشيد الهجومي قبل العربي اللي إلى حد الآن ما كانش ناجح ما شفناش تمريرات عمق تمريرات سريعة عكس النتائج مباشرة إلى مجد المسراتي مجد المسراتي يبعد على أوزينجا هاب المساكني الملعب التونسي هاب المساكني التصويبة والهدف دوس سانتوس يعكس الهجوم يخسر الكرة أوزينجا ثم التوغل والتدرج لمجد المسراتي الامتدي لظن بن ونيس ربما قبل انطلاق المباراة تخص ارقام لاعبي البقلاوة يتفق معي ايضا سلموزي النصري لكن بدأت الامور تعود ان شاء الله الى الاصابة رغم انه الكلام كثر وهذه كرة تسديد من علي القرعي طبعا حارس الملعب التونسي لعادة الكرة الاخيرة من جانب حسن رحب استكمال البطولة قبل الكرة والهدف الأول للملعب التونسي يفتتح التسجيل محمد سليتي في الدقيقة 23 أولى أهداف المباراة مجد المسراتي ساحب الكرة الحاسمة يمكن السليتي من كرة ثمينة سجل على إثرها الهدف الأول للملعب التونسي ثاني محاولة الملعب التونسي مجد المسراتي يستغل ارجاع كرة من دفاع منافسه يسدد الكرة تصدم وليد قداش ادخال الحارس حسين المجاوي بعد ما تغير اتجاه وهدف ثاني هدف هو ثاني المسراتي في الزوج جولات متتالية